عموما لسه معانا حاجات كتيره جدا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله حلقه هتكون مميزه جدا، ولكن على طبعا هنتكلم على كل ما يخص اليورو، من ارقام، من احصائيات، من نجوم، من تشكيله مثاليه لليورو، مع كمان بعض المشاكل اللي قابلت اليورو. لكن تعالوا مع بعض دلوقتي كمان نشوف الصحافه قالت ايه بعد نهايه يورو 2020. يلا نبدأ رحلتنا مع الصحافة في أسبانيا، جريدة ماركا. يعني هنبدأ جولتنا مع أسبانيا. ماركا الأسبانية تحدثها عن طبعا عن ركزت على الصفقة التبادلية المحتملة ما بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بخصوص جريزمان وساول. وكتبت الصحيفة عملية تبادلية في الدوري الأسباني، كما كمان اتكلمت أكيد عن سوق الترانسفير ماركت في على المستوى طبعا تجديد، او يعني بتقول ان في احتماليه تجديد عقد طبعا ليون ميسي مع برشلونه. كتبت الجريده ان ميسي وصل لاتفاق مبدئي، واشارت الصحيفه ان كمان كيليني وصفته بمتوسط دفاع رائع مدى الحياه. لسه في اسبانيا مع سبورت الاسبانيه. سبورت الاسبانيه ركزت طبعا على اتفاق برشلونه مع ميسي لتجديد عقده، وكتبت ميسي مستمر حتى 2026. تحدثت كمان عن مستقبل الجناح الفرنسي جريزمان لاعب برشلونة، وكتبت جريزمان كمان سينتقل إلى أتلتيكو مدريد. الصحيفة نفسها اهتمت طبعا بتسريب يعني بعض التصريحات اللي رئيس ريال مدريد بشأن النجم الكبير رونالدو والمدرب جوزيه مورينيو. كتبت على لسانه يعني كريستيانو أحمق ومورينيو مختل وغير طبيعي. طبعا تصريحات أثيرت الجدل الكبير على مستوى الصحافة والرياضة في أسبانيا. نروح لجريدة موندو دي ديبورتيفو الأسبانية اللي كمان بتقول على اتفاق برشلونة وميسي، وأكدت الصحيفة أن ميسي أبدى الموافقة على تخفيض راتبه بنسبة 50%. ان ميسي قال انه ممكن يتواجد مع برشلونه وخفض عقده ل 50%. الصحيفه كمان اهتمت بمستقبل جريزمان وتعاقد باريس سان جيرمان مع الحارس الايطالي العملاق دوناروما، وكتبت باريس سان جيرمان يتعاقد مع دوناروما افضل لاعب في امم اوروبا. نروح للصحف الانجليزيه من صن، ان طبعا على مستوى الصحف الانجليزيه ركزت على تأثير التعليقات العنصرية على نجم طبعا مانشستر يونايتد الجديد سانشو، وكتبت حزن جان سانشو بسبب طبعا العنف العنصري. وطبعا أكيد هنتكلم على القضية ديت يعني استفاضة من خلال حلقتنا. ركزت كمان على تصريحات سانشو أنه هو حزين جدا لهذه الهجمة العنصرية. لسه في إنجلترا ومع صحيفة ديلي ميل اللي كتبت نريد ليفا. نريد ليفا مانشستر سيتي مهتم جدا بالتعاقد طبعا مع المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مهاجم البايرن حل فشل صفقة هاري كين. نروح من انجلترا لاسبانيا لفرنسا اسف مع صحيفة لكيب الفرنسية اللي كمان ركزت على مصير منتخب او نجم منتخب فرنسا وبرشلونة جريزمان، وكتبت برشلونة مستعد للتخلي عن جريزمان. لكازيتا دي سبورت هنروح لايطاليا طبعا تحديدا هذه الجريده الكبيره اللي كتبت ميلان واليوفي اشاره، وطبعا الشراره او الحرب المبكره في اشاره الى طبعا عارفين قرعه الدوري الايطالي اللي اسفرت عن وقوع مواجهه مرتقبه ما بين الفريقين في الاسبوع الرابع من عمر المسابقه. كتبت كمان عن يعني مكالمه أليجري طبعا عنده جماهير اليوفنتوس عندها امال كبيره جدا بالحصول على بطوله اوروبا مع هذا المدرب الكبير. اشارت التصريحات الأليجري الى ان طبعا خلال يعني ان الهدف الاول من وجوده في اليوفي هو اولا استعاده الدوري وثانيا دوري الابطال. لسه في ايطاليا مع توتو سبورت اللي يمكن ركزت على نجم اليوفنتوس الارجنتيني باولو ديبالا. قالت على باولو ديبالا انه يعني ديبالا هيكون صحيفة على موعد وصول كمان رونالدو، قال ان ديبالا موجود وان رونالدو كمان نجم اليوفنتوس هيصل لايطاليا او ينضم الى اليوفنتوس يوم 25 من الشهر الجاي. صحيفة كوريدي لسبورت قالت يعني سارة ومورينيو في الجولة السادسة، يعني حضرتك بتقولوا على يوم 22 اغسطس هيبدا الدوري الايطالي
طبعا اللي بيصير يعني بيشير بالإثارة، وزي ما عارفين دايما المواجهات ما بين مورينيو وما بين الفرق الكبيره اليوفنتوس والميلان اكيد بيكون يعني فيها اثاره ومتعه كبيره جدا جدا.